طب معانا كابتن طلعت يوسف، الف الف مبروك، الف مبروك يا كابتن، فرحه كبيره جدا بقالها 28 سنه. الحمد لله، الله يبارك فيك، مبروك لمصر كلها، مبروك مبروك، ما تتقالش للرياضيين والمتابعين لكره القدم. النهارده يعني المنظر مفرح جدا جدا، السعاده ما اعتقدش ان هي بالتاهل لنهائيات كاس العالم بس، لكن السعاده من احساسك بتوحد مشاعر المصريين كلها في لحظه يعني فارقه في حياه مصر. الحمد لله. الحمد لله، كانت صعبة يا كابتن، ومعانا طبعا كابتن مصر كابتن ربيع ياسين، تحياته لسيادتك يا كابتن طلعت يوسف. عايزين يعني الموضوع كان صعب، الشعب محتاج يفرح يا كابتن طلعت، وكان محتاج الفرحة، ولادة متعثرة، ولكن في الأخير الحمد لله استطاع منتخب مصر العبور إلى مونديال بعد عقبات السنين 28 سنة. يعني مقولة إن الشعب كان محتاج يفرح، أي حد في العالم بيبقى محتاج ويفرح حتى لو هو فرحان، لكن صدقني زي ما قلت لك، هو احساسك بان هناك يعني غير مسبوق ان كره القدم يكون لها دور رئيسي واساسي في خلق هذا التوحد، ده شيء يسعد الرياضيين بشكل عام. يعني انا شايف ومتابع للفضائيات كلها المصريه وانا هنا في طرابلس، يعني حاجه يعني غصب عنك عينيك لازم تدمع. طب خليني اقول انه الشعب هنا في ليبيا، كنت لسه هسالك يا كابتن، اوصف لنا كده شعور الشعب الليبي الشقيق كان عامل ازاي؟ يعني المشاعر هنا غير طبيعيه، كما لو كنا في مصر. كم التليفونات والتهنئه من ناس يمكن انا ما اعرفهاش، يعني التليفون مشغول على طول من بعد نهايه المباراه. يعني احساس الليبيين والشعب الليبي هنا الرياضيين الليبيين بوصول مصر لكاس العالم، انا شايف ما يقل فرح ولا سعاده عن احساس المصريين في مصر. الحمد لله، الحمد لله انه يعني قدرنا نحقق الكلام ده بعد فتره غياب طويله، 28 سنه مش شويه، 28 سنه كتير جدا في عمر كره القدم. يعني في اجيال جت وبطلت وهي ما راحتش كاس العالم. نتمنى تكون بدايه لاننا نتواجد في هذا المحفل في الدورات القادمه كلها ان شاء الله باذن الله. كابتن طلعت، لحظه دخول محمد صلاح عشان يلعب البينالتي الفارق، 904 مليون مصري مستني الكره في الشباك، كنت حاسس بايه ساعتها يا كابتن؟ انا ما اتفرجتش، انا طلعت وقمت من قدام التلفزيون. ما قدرتش. شخصيا يعني. ما لسه كنت على التلفزيون وبقيت سامع الصوت من بعيد، لكن اكيد كنت مشفق على شخصيا وعلى اي واحد هياخد المسؤوليه تثبيت ضربه الجزاء في اللحظات وانت فاضل دقيقه على نهايه الوقت الضايع والمباراه، موضوع صعب جدا. لكن خلي بالك هناك شخصيه عندها القدره لانها تتحمل مسؤوليه هذه المواقف، وهذه الشخصيه في لاعب كره القدم أو بتختلف اللاعب الآخر. صلاح اكتسب من الثقة والخبرة اللي تسمح له إن هو يتصدى لموقف من هذا النوع. ما أعتقدش إنه كان هناك إمكانية إنه يتصدى للموقف ده حد غيره، مع احترامي الكامل لكل اللاعبين، لكن هو عنده القدرة لإن هو يواجه هذه المواقف بشجاعة. صراحة يعني لحظة كانت تاريخية علينا كلنا. كابتن مصر طبعا، كابتن طلعت يوسف، ألف ألف مبروك، والف مبروك، الف مبروك، وكل تحياتنا لاشقائنا في ليبيا، والتوفيق ان شاء الله يا كابتن في مرحلتك الجايه مع المنتخب، مع فريق اهلي طرابلس الليبي.